بدأت القصة ديال آدم وحواء من اللي سمعوا الكلام الشيطان في بلاصة ما يسمعوا الكلام الله. هما عصوا الله والعلاقة الكاملة اللي كانت بين الله والإنسان تهرست. كان آدم وحواء أول من دار الذنوب، والنتيجة ديال الذنوب كانت هي الموت. حاولوا يستروا راسهم بالوراق ديال الشجر باش ما يبقاوش عريانين، ولكن الله ما بغاش هاد الغطاء واسترهم في بلاصة الوراق ديال الشجر بجلد حيوان. الله بنفسه ضحى بأول حيوان باش يغطي الحشومة ديالهم. آدم وحواء كان عندهم جوج أولاد، قايين وهابيل. قايين قدم لله من داك الشي اللي زرعوا، ولكن هابيل قدم لله ذبيحة ضحى بخروف. وقبل الله الذبيحة ديال هابيل وما قبلش الذبيحة ديال قايين. علاش؟ حيت اللي دار الذنب كيستاهل الموت وكيتفرق على الله وخاص يتخلص عليه بالذبيحة. الغيرة ديال قايين خلاته يقتل خاه هابيل ويقود الأكثرية الناس في طريق مظلمة. دازوا سنين والدنيا كتزيد غير في القباحة. وقال الله ما بقى حتى واحد يستاهل الحياة، حتى واحد من غير نوح وعائلته. الله أمر نوح باش يصنع واحد سفينة ويدعي الناس بهذه الرسالة. العقاب ديال الذنوب جاي، وكاين غير طريقة واحدة باش ننجاو، اللي هي الرحمة الله اللي في السفينة. والناس ضحكوا على نوح حتى بدات الشتا كطيح، وبدا الماء كيخرج من الارض والناس ما كانوش واجدين. طوفان قتل كل انسان وحيوان، وماتوا الناس ديال الدنيا كلهم بسبب ذنوبهم غير نوح وعائلته والحيوانات اللي الله قال له يديهم معاه نجاو. من بعد جا سيدنا ابراهيم ابو الايمان وامر الله باش يقدم ولده ضحيه فوق الجبل. سيدنا ابراهيم كان خايف من هذا الامر، ولكن طاع الله وثبت في الايمان دياله وقدم ولده على جبل المورايا. ومن اللي بغى يضحي ويقدم ولده الله وقفه واعطاه في بلاصه ولده خروف، وكان الخروف فدية اللي عوض بها الله ولسيدنا إبراهيم دم بدم وحياة بحياة. من بعد 400 عام الله صيفط سيدنا موسى باش يخرج بني إسرائيل من مصر. فرعون ملك مصر ما بغاش يخلي بني إسرائيل يخرجوا من بلاده، ولكن الله عقبه بعشرة ديال الضربات، والضربة الأخرى كانت الله صيفط ملاك الموت وقتل البكر من كل دار من غير هادوك اللي ضحاو بخروف كما قال لهم الله، ورشوا البيبان ديال الديور ديالهم بالدم. من اللي كان كيشوف ملك الموت العلامة ديال الدم كيعرف باللي الولاد اللي في ديك الدار مفديين بدم الضحية، اليهود ومصريين الأحرار والعبيد. إذا طاعوا الله ولادهم غادين يكونوا في أمان، وإذا لا وقع كما تنبأ نبي الله موسى، وكانت جنازة كبيرة في كل دار من ديور المصريين اللي رفضوا الرحمة ديال الله اللي هي الذبيحة. من بعد سيدنا موسى سلم التوراة من الله اللي فيها الطريقة كيفاش كيتغفروا الذنوب واعطاها للشعب. اللي كان كيدنب كان خصو يجيب ضحية لعند راجل الدين، وكيحط يده فوق راس ديال الحيوان كبحال الى الذنوب كيتنقلوا من الانسان للذبيحة. وملي كتذبح الذبيحة ودمها كيسيل الذنب كيتغفر. الملك داود والانبياء عملوا بالتوراة اللي اعطاها الله لسيدنا موسى، ولكن كانوا كيسولوا واش بالصح باللي الدم ديال الذبيحة يقدر يغفر ذنب الانسان، ولا هي غير اشارات ورموز للمستقبل. نبأ داود بالمجيء ديال واحد الملك عظيم، ومن الدرية ديال النبي داود غادي يحكم ديك الملك بقوة، وخا هكا غادي يكون متواضع ورحيم. هاد الملك غادي يكون بلا ذنوب،
كامل بلا عيب، بريء، غادي يتعذب ويموت ويكون هو الذبيحة الكاملة ويكون ضحية العظيمة. سيدنا عيسى تولد في زريبة حيث ما كانتش عنده بلاصة فين يتولد، تولد من عزبة، تولد طاهر ونقي، ملك ولكن فقير ومن ذرية الملك داود. الناس اللي كانوا كيسرحوا الغنم ديالهم والحكامة اللي جاوا من الشرق جاوا باش يعظموه ويشهدوا باللي هو بالفعل الملك المنتظر، المسيح اللي وعد به الله. سيدنا عيسى علم على المحبة، الحق، السلام، التواضع. كان نجار بسيط ولكن كان معلم عظيم، ما كانش كيقصر للناس اللي كانوا كيبانوا ديانيين منافقين اللي كانوا كيهتموا بالطقوس اكثر من محبة الله، ولكن كان محبوب من الفقراء والمذنبين المتواضعين تائبين. شفى صومك والعميان والمشلولين والمسكونين، وحيا حتى الناس الميتين. كان راجل بلا دار ومعلم عظيم، كيدعي الناس اللي كيحبوا الله باش يعيشوا حياة سعيدة ومقدسة. سيدنا عيسى كان كيقول الله آبا، وورى الناس باللي الله القدير كيحبهم كبحال باهم. الله بغى باش الناس يكونوا كبحال ولاده، ولكن كاين واحد المشكلة وكبيرة، وهي أن الناس مذنبين والله قدوس. الذنوب الأولين بدأوا مع آدم، والذنوب فرقوا الناس على الله، ولكن المسيح كان عارف شنو خصو يدير باش يرجع المذنبين لله. تنبأ سيدنا يحيى وقال على سيدنا عيسى: شوفوا هذا هو خروف الله اللي غادي يزول ذنوب العالم. سيدنا عيسى كان هو المسيح المختار، تختار باش يكون هو الذبيحة العظيمة. ما عمره دار شي ذنب، طاهر وكامل، وهو الوحيد اللي يقدر يخلص ثمن ديال الذنوب ديالنا. تحط البريء في بلاصة الخاطي، والقدوس الطاهر في بلاصة الناس المذنبين. هو دار هادشي من أجل الآب باش يخلص ثمن ذنوب الإنسان ويحررنا من عبودية الذنوب، ويرجع اللي خسر آدم اللي هي العلاقة الكاملة مع الله. سيدنا عيسى مات على الصليب ماشي حيت اليهود ولا الرومان داروا داك الشيء، ولكن الله دار، الله ضحى بالمسيح وتحقق اللي كتبوا الأنبياء. وهيدا أصبح خروف الله اللي يزول ذنوب العالم، ذنوبي وذنوبك. ماشي غير هادشي، ولكن من بعد 3 أيام سيدنا عيسى قام من الموت كيف ما وعد الناس اللي آمنوا به باللي غادي يحياوا من بعد الموت للحياة الأبدية. ومن بعد سيدنا عيسى وعد الأتباع ديالو باللي غادي يرجع مرة أخرى، ولكن هاد المرة غادي يكون قاضي وملك. المسيح هو هدية من الله للناس باش ما يموتوش في ذنوبهم ويكونوا مفروقين على الله، ولكن بقبول ضحية ديال سيدنا عيسى نقدروا نرجعوا العلاقة الكاملة مع الله. وكبحال أي هدية، من حقك تأخذها ولا ترفضها.